هل إذا كانت الرؤية مبشرة، ما هو المطلوب من الراعي؟ المطلوب من الراعي إذا كان فيها أمر له بأمر مأمور به شرعا أن يفعله، طيب، وأنها تزيل عنه هم الشيطان وغمه، فالشيطان يريد أن يدخل الهم والغم على المسلمين، كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الشيطان عدو للمؤمنين، وهو يريد أن يدخل عليهم الهم والغم والحزن، فالرؤيا تزيل عنه هذا الغم، وحينئذ يتخلص من جند من جنود الشيطان وهو الهم والغم، فيحمد الله على ذلك فيحمد الله على ذلك ويستمر في تقواه ولا وعبادته. يحدث إلا من يحب. نعم، لي لا يحسد، كما قال يعقوب لابنه يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب، فإذا كانت الرؤية محزنة، إذا كانت الرؤيا محزنة أيضا نفس الشيء، لا يقصها إلا على محب محب وأيضا عابر يفسرها له، وإذا كانت ظاهرة في السوء لا يقصها على أحد، ولينفث عن يساره ثلاثا وليقل ولا اللهم. على عابر نعم، ينفث عن يساره ثلاثا ايه؟ ويتعوذ بالله من شر، اللهم إني أعوذ بك من هل شر ما يسمى رأيت له في منامي التحول؟ هذا. نعم، التحول مقصود به الجنب أو المكان؟ الجنب الذي كان يضطجع عليه تحول يعني إلى. ينام على اليسار نعم لا بأس، إيه نعم ينام على جنبه الأيسر. نعم في بعض الأحاديث: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. هل الصلاة أيضا مشروعة إذا رأى الصلاة ما يكره؟ مزيلة للهم والغم والحزن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة، فإذا حزن الإنسان فإن ما يزيل عنه الحزن دائما الصلاة، يلجأ إلى الصلاة. طيب، هناك إشكال صغير، وهي أن كثيرا من الرؤى التي ظاهرها سيء يكون تأويلها حسنا، فإذا نحن صرفنا النظر عن تأويل الرؤى السيئة كما أشرتم، فقد يفوت الإنسان خير. قد يحصل هذا، لكن ما كان مكتوبا له سيناله.